هارون سنعود إليك بعد لحظات. نروح أيضا مشاهدينا إلى وهران نوقف الأجواء هناك، أجواء الفرح طبعا تمنوها للجميع مع كريمة سواق معنا. مراسلين مختلف الولايات من هنا العاصمة البوليدة أيضا قسنطينة ووهران، تابعنا أجواء الفرحة لحظة الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط من مختلف المؤسسات التربوية. هذه الصور إذا تصلنا من قسنطينة ووهران وهنا في العاصمة وأيضا البوليدة. إلى أين أذهب؟ إلى قسنطينة. هارون بوحزام إن كنت تسمعني تفضل، الأجواء عندك. يلا في انتظار التحاق هارون بوحزام. طبعا مشاهدينا وزارة التربية الوطنية كانت قد أعلنت عن النسبة الوطنية لنجاح في شهادة التعليم المتوسط قبل لحظات،
والتي بلغت نسبة النجاح الوطنية بلغت 60.97% من تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 9.5/20. طبعا كانت هذه نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2023. تابعنا مع زميلتنا هاجر زليف من ولاية البوليدة بالأربعاء بالضبط نتائج مميزة وطبعا معدلات ممتازة. نتحدث عن 16/20 رميلة، أهلا بك من جديد، متواجدة زميلتنا رميلة نعم من إحدى المتوسطات. نعم نحن في الاستماع. نعم عندك. نعم نعم الأجواء هنا كلها فرحة، طبعا فرحة هستيرية، الناجحين هنا فرحون جدا، يعني لا يمكن وصف هذه الأجواء. كما تعلم أجواء النجاح دائما تكون مميزة، والصورة ربما أحسن من أي تعبير. كما تسمعون هنا زميلي مولود أصوات الزغاريد تعالت. إذن التلاميذ الناجحين ممن وجدوا أسماءهم معلقة هنا في هذه القوائم، طبعا اجتهدوا طيلة سنة كاملة، واليوم توج اجتهادهم وتوج تعبهم بنجاح إن شاء الله سيكون موفق في المستقبل. معي على المباشر نورسين متحصلة على معدل 18. مرحبا بك نورسين، ألف مبروك النجاح. شكرا. تفضل ياكي معنا على المباشر عبر قناة النهار. شكرا. اتكلمي لنا شحال حصلتي المعدل؟ ب 18.38. فرحانة، جبت كاع خالاتي كاع فاميلتي يوم هنايا. نهدي نجاحي هذا طبعا العائلة سعدون، عائلة هواري وعائلة بنوة، العائلة التوعي اللي دايما دعموني ودايما كانوا مرايا وقدامي. أكيد سنة كاملة من التعب نورسين. سنة كاملة. اجتهاد ونجاح 18، الله يبارك. الله يسلمك. أخبرينا عن المشا في حاسة اليوم. والله فرحت، ما كنتش متوقعة بس قريت 10 أيام الأخرين قبل بهم. فرحت. والله ما كنتش متوقعة هكا. واش راكي ربما لو نتكلم معدل الله يبارك يعني جيد، واش راكي حابه في المستقبل في التخصصات او الدراسه؟ ان شاء الله ندير اركيتكت ان شاء الله نكمل قرايتي. جد ما شاء الله ما شاء الله تستاهل. يسلمك يسلمك يسلمك. لو تسمعينا زغروطه على المباشر. لا غالب لا غالب ولا ما نعطيها. يماها يماها هاي الام هاي الام. نعم 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 الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله يا ربي. اليوم سيدتي ان شاء الله ان شاء الله تنجح في قرايتها ان شاء الله ان شاء الله بدعاوي الخير تاع الاولياء وتاع الجده والجد ديالها. الحمد لله يا ربي الحمد لله. ربما عام سنه كامله من النجاح، اكيد انت تعبتي وشاركتيها في هذا التعب. تكلمينا عنها. شاركتها الحمد لله الحمد لله بفضل ربي سبحانه وبفضل الاولياء وبفضل الناس اللي تحبني. نحمد ربي نشكره على هذه النعمه. الحمد لله يا ربي. يعني شوفوا دموع الفرح هذه، اذا دموع الفرح. الف مبروك سيدتي. مازال ان شاء الله يا ربي. شكرا. إذن كما تابعتم وكما شاهدتم معنا أيضا تلميذ ناجح تحصل على شهادة التعليم المتوسط. مرحبا بك، تفضل. السلام عليكم، اسمي ستي وسيم. الحمد لله اللي جبت البيام فرحت والديا، كنت على قد وعدي وجبت البيام باش نفرح والديا وخاصة في خاطر يمي. يعني معدل كم؟ معدل جبت 11.25. يعني ربما فرحة النجاح اليوم، فرحة النجاح مع العائلة الكريمة. إذا نشاهد كل على المباشر. كل كل التهاني نهني ونقولهم مبروك عليكم لكل الذين نجحوا. زميلتي رحمة معك هنا في رميلة، عفوا هنا في العاصمة. نروح الآن إلى وادسوف
عبد العالي رحومة معنا من هناك. عبد العالي الأجواء عندك، تفضل. نعم زميلي ميلود، مساء الخير لكل مشاهدي قناة النهار أينما كانوا، لنقل أجواء الاحتفال والفرحة التلاميذ وأوليائهم خاصة في شهادة التعليم المتوسط. كانت فرحة أكثر معالم خاصة بعد الإعلان على النتائج. نرصد بعض التصريحات معنا المديرة أحمد متوسط أحمد التجاني من المتوسطات اللي معريقة في خاصة بالنتائج اليوم. وش تقولي على الأقل على النتائج، كيفاش شفتوا اليوم الفرحة التعليمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بقناة النهار معنا اليوم في هذا اليوم المميز وهو يوم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط. كانت فرحة عارمة راكم تشوفوا حتى بالأولياء فراهم فرحين. المهم النتيجة راهي كانت دائما من الأحسن إلى الأحسن، متوسطة من 2012 وهي متميزة في نتائجها. ونشكر كل الأولياء على وقوفهم مع وليداتهم، وكذلك نشكر الطاقم التربوي تاع متوسط أحمد تيجاني على كل المجهودات المبذولة، ولا أنسى طاقم الطاقم ككل. نتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح الى ابناء الذين لم يسعفهم الحظ السنه القادمه ان شاء الله، والبقيه ان شاء الله في الثانويه. نتمنى ان شاء الله النجاح في شهاده البكالوريا للتلاميذ القادم. اعطيك احد الاولياء قالت لي راني ما فرحتش من نبراو اكرام. نعم بنتي خلال السنه الحق تخدم ياسر فاجأتني بالمعدل 17.77. نتمنى لها ان شاء الله التوفيق في الثانوي، والحمد لله ذقنا فرحه النجاح والعاقبه اللي مازالوا كامل ان شاء الله. احد الاولياء اليوم اكيد ذقتوا حلاوه النجاح، وش تقول لنا على الحمد لله؟ اولا واخرا الشكر كل الشكر للطاقم التربوي والسيده المديره على الخصوص على النتائج التي اتت بها مؤسستنا التربويه، وشكر تلميذي ابني شلال محمد المؤيد وكذلك جميع الزملاء نتاعه بالتوفيق. ومشكورة قناة النهار التي غطت الحدث على المباشر في متوسطة مباديس في متوسطة أمير أحمد تجاني. شكرا. كيفاش كانت فرحتكم؟ أعتقد أن حتى الأولياء رايحة فرحتهم. احنا عندنا وصل الاجتماعي كلها في المنزل، ولكن الغالب جينا هنا المؤسسة باش نطبنوا أكثر معنا. والحمد لله كما قلت وشكر موصول للسادة السيدة المديرة التي شرفت المؤسسة كذلك. اعطيني رايك اعطيني شعورك. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم السيده مستشار التوجيه والارشاد المدرسي والمهني. طبعا نحن سعداء جميعا نجاح التلاميذ، الف مبروك، الف تحيه كبيره للسيده المديره للطاقم الاداري والتربوي للمؤسسه، كل التوفيق والنجاح ان شاء الله للتلاميذ في شهاده البكالوريا ان شاء الله. شكرا لكم جزيلا لقناه النهار. كيفاش شفتي واحد الحالات كيفاش كانت هستيريا خاصه بالنسبه للاولياء؟ لا الحمد لله، على كل حال كانت مرافقة نفسية بيداغوجية للتلاميذ منذ بداية السنة عند الحالات الخاصة، تم التكفل بهم إن شاء الله. كل التوفيق والنجاح للبقية إن شاء الله. أحد الأولياء نفس الشيء، كيف كان شعوركم خاصة بالنجاح؟ السلام عليكم، شكرا موصول قناة النهار، معكم السيد مستشار التربية. والله نشكر كل العاملين في المؤسسه من السيده المديره للطاقم الاداري والطاقم التربوي والاساتذه على المجهود اللي قدموه خلال السنه، والتلاميذ والاولياء المرافقه تاعهم لاولادهم مبروك عليهم وان شاء الله نجاح اكثر ان شاء الله. هذا من بين التلاميذ اللي كان عنده الشجاعه انه يقابل ويتكلم. معليش كيف كان اليوم فرحتك؟ كيفاش تلقيت؟ انا احسن حاجه في هذه الحياه وفرحت والدي ان شاء الله، فخرت بهذا النجاح. مبروك للناجحين الكل. المعدل ان شاء الله المعدل تاعك كيف كان؟ مليح عجبك ولا ما عجبكش؟ ما شك حاجه ياسر، المهم نجحت ما في النجاح. هذه اهم حاجه انك فرحتي والديك، هذا هو الصح. تعب كبير واليوم راك نلتو على الاقل كي شفت الفرحه في عين والديك ان شاء الله. ان شاء الله، واشكر كل الاساتذه الذين واصلوا ودعمونا خلال هذه السنه كل، والمديره على راسهم، وشكرا. ان شاء الله. نكمل مع الطاقم التربوي اللي اكيد راهم كان سهرين سهر كبير في نجاح هذا النجاح. اعتقد انه اليوم كي شفتوا الفرحه في عينين الاولياء وحتى الابناء، نظن هذه هي تغني عن كل شيء. اولا وقبل كل شيء بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الفرحه هذه كما راكم تشوفوها فرحه عارمه، شملت الاطار التربوي والاطار الاداري في المؤسسه. شوفوا فرحه التلاميذ الناجحين اللي بذلوا مجهودات جباره خلال العام،
نفس الشيء الطاقم الإداري بذل مجهودات جبارة وما خلوا حتى حاجة ما داروهاش، المهم الصالح العام والفائدة تاع التلاميذ. النتائج إن شاء الله نتائج ممتازة ما شاء الله، ديما تلاميذ متوسط الشهيد أحمد التجاني مفرحينا ومنورينا، بارك الله فيكم يعطيك الصحة. نشكر شكر جزيل قناة النهار هذه التغطية، يعطيكم الصحة. أشكرك زميلي عبد العالي رحوم، أشكرك جزيل الشكر. صرت لنا أجواء الفرح في ولاية واد سوف، كل طبعا التوفيق للذين نجحوا والذين أيضا لم ينجحوا خلال هذا الامتحان، وكل الشكر للأسرة التربوية التي ساهمت أيضا في تحقيق النتائج المرضية. إلى نعود إلى العاصمة في القبة بالضبط، يلتحق معنا من إحدى المتوسطات زميلنا سيد أحمد هديب. سيد أحمد أهلا بك. طبعا هذه الصور مشاهدينا هنا في القبة في العاصمة من إحدى المتوسطات، طبعا بعد 20 دقيقة من إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط. تابعنا معكم من قسنطينة وهران إلى واد سوف العاصمة البوليدة أجواء الفرح اللي كانت جميلة وهستيرية أيضا في نفس الوقت، طبعا في أكثر من ولاية نقول مبروك لكل الذين نجحوا في هذا الامتحان، امتحان شهادة التعليم المتوسط، وبالتوفيق أيضا للذين لم يوفقوا خلال هذه الدورة، دورة جوان 2023. طبعا هذه الصور مثل ما قلت يرصدها لنا الزميل أحمد هديبل على المباشر من إحدى المتوسطات هنا في العاصمة بالقبة بالضبط. كانت مشاهدينا مثل ما أسلفنا الذكر، وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن نسبة النجاح الوطنية والتي بلغت 60.97% من تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 9 من 20. طبعا الأرقام بتقدير ممتاز، أكثر من 4800 تلميذ بتقدير جيد جدا ما يزيد 34000 تلميذ، وأيضا بتقدير قريب من الجيد ما يفوق 105000. الأجواء من القبة مع سيد أحمد هديب، أهلا بك من جديد. يلا أعتقد في خلل في التواصل مع زميلنا سيد أحمد هديبل، إن كنت في الاستماع تفضل سيد أحمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، متواجدون بمتوسطة محمد العيد الخليفة أين تم الإعلان على تمام الساعة 3 مساء عن نتائج شهادة التعليم المتوسط. هنا كانت فرحة هستيرية، العديد من التلاميذ هم من الناجحين، فنسبة 92% هي نسبة نجاح هنا بهذه المتوسطة. ولأخذ آرائي وانطباعاتي التلاميذ الناجحين، نبدأ بالتلميذ آدم، يعني أصف لنا الأجواء هنا كيف كانت، وكيف كانت السنة، وكيف كانت نتائجك؟ كانت نتائج مليحة والحمد لله يا ربي. والدي تاني تعبوا علينا بزاف الحمد لله، ما احنا تعبنا ما راحش في باطر والحمد لله يا ربي. نروح مع مترشح آخر، أنت أيضا كنت من الفائزين، احكي لنا على السنة كيفاش كانت وكيفاش تعبك كان، وفي الأخير فرحت. كانت سنة هايلة الحمد لله، جبت 17.36 بفضل ربي، نشكر والدي المعلمين توعي وما مديرة تاعنا تعبت علينا والحمد لله. شكرا لك. نروح مع واحد آخر. السلام عليكم، أنا فرحان بزاف كي جبت البيام. ما جبتوش، يقرا تروازيام. شكرا شكرا. نروحوا للفائزة أخرى، تحكي لنا شحال جبتي المعدل وكم؟ 5.80 الحمد لله يا ربي. نشكر والدي اللي تعبوا معايا، نشكر أساتذة كاع هذه المؤسسة، نشكر أستاذ أمين اللي تعب معنا بزاف الحمد لله يا ربي، احنا تعبنا وتعبنا ما راحش في باطل، وهذه هي يعطيكم الصحة. رانا كاع فرحانين ولا بليبار كاع جابو لي ريزولتي، كانوا في المستوى كاع ومبروك علينا كاع. جبتو 13. حكمنا السخات اليوم والحمد لله جبناه واش كنا حابين، جبتو 14.12 الحمد لله. جبت 14.06، يعني فرحت لهم كامل كي جابوه والله يبارك.
السلام عليكم، انا جيت شفت اختي الاخر بصح جابت 13 الحمد لله فرحنا له. انا ديتو 12 قريب 19 وانا ديتو 12 قريب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا تلميذ صاحب معدل 14.52. اشكر الاساتذه الكرام الذين علموني، واشكر عائلتي الذين ساندوني في هذه الدراسه، واشكرهم جميعا. ربما ما اخر بسم الله اليوم جبنا البيام ان شاء الله فرحنا قاعيتك. نشكر الاساتذه تاعي، نشكر المديره، جبت المعدل تاعي ب 15 وان شاء الله ربي يوفقنا في البيام. شكرا لك. اذا هذه كانت انطباعات بعض الفائزين والناجحين بشهاده التعليم المتوسط من متوسطه محمد العيد الخليفه بالقباء بالعاصمه. اشكرك جزيل الشكر زميلي سيد احمد هديبل، كنت معنا هنا في احدى المتوسطات في القباء. الشكر موصول ايضا لكل من هاجو زيلف كانت من الاربعاء في ولايه البليده، هارون بوحزه من قسنطينه، كريمه سواك كانت ايضا من وهران، وأيضا عبد العالي رحومة كان معنا على المباشر من ولاية وادسوف.